اوكي، نستأنف في الكمبيوتر فيجن. في موضوع مهم جدا لازم نفهمه في الكمبيوتر فيجن، يعني كل الابلكيشنز كنا ناخدها في الكمبيوتر فيجن كلاسيفيكيشن، وهذه سهلة جدا يعني، محتاجين انه احنا فعلا نفهم كيف بتتم الاوبجكت لوكاليزيشن، اوبجكت ديتكشن. ايش مفهوم الاوبجكت لوكاليزيشن؟ الاوبجكت لوكاليزيشن هي عملية أساسية في الاوبجكت ديتكشن، تمام؟ ايش المقصود؟ المقصود في اللوكاليزيشن انه خلينا نشوف هنا الرسمة بتوضح هذا الكلام. الرسمة هنا انا عندي في الايمج كلاسيفيكيشن المطلوب مني انه الصورة هذه اصنف انه هي كار ولا مش كار، سيارة ولا مش سيارة، مش مطلوب تحديد مكانها. فبالتالي هنا الاوتبوت انا عندي صفر سلاش واحد، يا صفر يا واحد، تمام؟ اما في اللوكاليزيشن، اوكي الصورة هذه فيها سيارة، بس السيارة وين؟ فهذه التاسك اسمها لوكاليزيشن، تحديد موقع السيارة. فايش مفهوم تحديد موقع السيارة؟ هو عبارة عن تحديد البوكس اللي في السيارة داخل الصورة، تمام؟ اما الديتكشن في هذه الحالة اللوكاليزيشن بيكون لون اوبجكت. اما الديتكشن بيكون في انا عندي هنا مالتيبل اوبجكت، ومطلوب انا عندي اعمل لوكاليزيشن لكل اوبجكت وتحديد الاوبجكت هذا ايش هو، يعني هذا عبارة عن كار، تمام، وهذا عبارة عن كار. لو في اوبجكت ثالث موجود هنا مثلا على سبيل المثال انه هذا عبارة عن بيدستريان او يعني شخص مشاة، تمام، انه هذا بيرسون كلاس ثاني مختلف. فبالتالي الديتكشن لما يكون في عندي اكثر من اوبجكت فبيصير مطلوب انه لكل اوبجكت تحديد او عمل لوكاليزيشن والتعرف على ايش طبيعة الاوبجكت هذا. طيب صح بالضبط، بس احنا خلينا نفهمها واحدة واحدة، خلينا نحل هاي المشكلة. هاي احنا تعلمناها صح، خلاص ركبنا طبقات زي هيك وبحط الواي في الاخر، الواي بتكون فيها سوفت ماكس، والسوفت ماكس هذه على حسب عدد الكلاسز، انا عندي 3 كلاسز 2 كلاسز بغض النظر، هذه سهله فيش فيها مشكله وحكينا فيها كثير وتعلمناها كثير. اما هنا اللوكاليزيشن خلينا نشوف كيف ممكن نحن نحلها. طيب خلينا نشوف اللوكاليزيشن، خلينا نشوف انا ايش محتاج. محتاج انه انا أول حاجة في الصورة أحدد إنه أنا عندي التوب ليفت، إنه هذه النقطة بدي أعتبرها صفر وصفر، وهنا أنا عندي البوتوم رايت، أنا عندي هذه النقطة واحد واحد. عشان أعمل لوكاليزيشن مطلوب مني تحديد نقطة بي إكس بي واي موجودة في منتصف الصورة، في منتصف الأوبجكت، تمام؟ ومطلوب تحديد البي دبليو والبي اتش اللي هو الويذ والهايت، اللي هو البوكس الويذ تبع البوكس والهايت تبع البوكس، وهنا بي اكس وبي واي الاحداثيات تبع مركز هذا البوكس، تمام. يعني في الصورة هذه اللي احنا شايفينها امامنا، يعني ممكن يكون انا عندي البي اكس نص. ليش البي اكس نص؟ تعالوا طلعوا انه هنا انا عندي هاي المسافه الافقيه، فعلا هذه النقطه وين موجوده؟ موجوده في المنتصف بالضبط. اما البي واي يعني لو طلعت على هذه المسافه، لو قلنا انه هذه اكثر من النص 0.7، فبالتالي انه 0.7، تمام. والبي هايت انا عندي 3.3، والبي ويت أنا عندي 0.4 حسب عرض وطول الصورة، يعني بيعتمد من يعني سيارة لسيارة تانية، تمام؟ طيب هاي المعلومات. يبقى هنا الانبوت أنا عندي إيش حيدخل؟ حيدخل أنا عندي المعلومات إنه حتدخل أنا عندي الصورة. إيش المطلوب مني؟ المطلوب لو أنا استخدمت سوفت ماكس، والسوفت ماكس هنا حطيت إنه 4، مش حيمشي الحال. فأحسن حاجة إنه أنا أطلع أنا عندي بالإضافة للسوفت ماكس
سوفت ماكس ليش أربعة أنا حكيت؟ لأنه بدي أحدد طبيعة الأوبجكت. واحد بيدستريان مشاة، اثنين كار، ثلاثة موتور سايكل، أربعة ما فيش أوبجكت يعني باكي جراوند. هذه المعلومة لوحدها مش حتكفي. إيش بدنا نضيف؟ بدنا نضيف واي ثانية، أو بدنا نعمل كومباينيشن في الواي لهذه المعلومات اللي إحنا حكيناها، اللي هي البي إكس بي واي بي إتش بي دبليو، وهذه بنسميها الباوندينج بوكس، واختصارا بتلاقوها عادة في الامبلمنتيشن في الكود البي بوكس. كل ما تشوفي بي بوكس في الامبلمنتيشن تكوني عارفة ايش معناه البي بوكس، تمام؟ فبالتالي هذه convolution network عادية زي ما احنا درسنا، بالإضافة للواي انه راح يكون شكل الواي كفيكتور زي هيك. فنعمل هذا الكلام كفيكتور الليبل واي. فالليبل واي انا عندي حيكون البي سي. ايش البي سي؟ انه حيكون القيمه تبعته 1 ل 4 بهذا الشكل، تمام؟ بالاضافه ل ايش حضيف عليهم؟ بي اكس بي واي بي اتش. هذه عفوا هذه بالمناسبه انه البي سي انه هذه القيمه تبعتها قيمتين، يا صفر يا واحد، انه في اوبجكت او ما فيش اوبجكت، تمام؟ لو كان في اوبجكت بدي احدد ايش الكلاس تبعه، سي 1 سي 2 سي 3 اللي هم من هدول، هاي هدول، تمام؟ لانه لو كان صفر بيكون ايش؟ باك جراوند. اللي هم هدول بالضبط، حطي عليهم سهم زي هيك اللي هم هاي هم. اوكي كيف؟ صحيح بالضبط. هاي مثال انه انا عندي هنا في اوبجكت، هاي الاحداثيات تبعته او هاي معلومات البي بوكس تبعه، تمام؟ ايش الاوتبوت؟ انا عندي صفر واحد صفر، معنى ذلك انه هو كار، تمام؟ طيب هذه الصورة عبارة عن ايش؟ باك جراوند، فيش فيها اوبجكت، فبالتالي هنا قيمة البي سي قديش؟ صفر. هدول دونت كير، طلع لهمش. فبالتالي انا عندي اللوس هيو في له حالتين. الحالة الأولى هيو، هذه الحالة الأولى، تمام؟ إذا كانت الواي بتساوي واحد هيو هنا، في هذه الحالة إيش حسوي؟ واي واحد ناقص واي اثنين، عفوا واي واحد هات ناقص واي واحد اللي هو البريدكتد ناقص الاكشوال تربيع، زائد واي 2 اللي هو هادي مع هادي، هادي مع هادي اللي هي يقابلها اللي هي الواي 2. فلنفترض انه هادي مثلا على سبيل المثال الواي بريدكتد، بده يكون في عندي فيكتور ثاني هنا للواي اكشوال، وبطرح هادي ناقص هادي تربيع، هادي ناقص هادي تربيع، هادي ناقص هادي تربيع. هي معنات هذا الكلام، تمام؟ هذا في حال انه كانت انه الواي واحد اللي هو اول عنصر هنا البي سي كانت قيمتها واحد. اما اذا كانت صفر بس بطرح اول عنصر اللي هو هذا، لو فرض انه هذه الواي هات، هذه الواي اكشوال، تمام؟ بطرح بس هذا العنصر مع هذا العنصر، هدول بتطلع لهمش. Don't care بسميه، تمام؟ فبالتالي انا عندي اللوس، انا عندي حالتين، اذا كانت الواي صفر واذا كانت الواي واحد. طيب في عندي هنا لاند مارك ديتكشن، انه مش اوبجكت انا عندي، بيكون يعني تحديد اللاند ماركس. يعني هنا احنا شفنا المطلوب شكل هندسي بوكس، وهي المعلومات تبعته بي اكس بي واي بي اتش بي دبليو. لكن اللاند مارك ديتكشن بيكون انا عندي مطلوب، انا عندي العديد من اللاند مارك، يعني ممكن يكون في الصوره مطلوب 64 لاند مارك. ايش هي؟ بتكون مفيده في تطبيقات عديده، زي مثلا انه تحديد، يعني لو ركزتوا معايا هنا في التفاصيل، بيكون مطلوب تحديد وين الحدود تبعت العين، فبالتالي بيكون تحديد مطلوب تحديد هاي النقطه، هاي
وهاي، فبالتالي انه هذه المسافه عباره عن فيتشر، فبالتالي هذه لاند مارك بدايه العين ونهايه العين للعين الواحده، وهي العين الثانيه برضو نفس الفكره. تمام، ممكن يكون في عندي لاند مارك للفم، فبالتالي بيكون في عندي نقاط بتحدد الفم، فبالتالي بقدر احسب المسافه هذه وبقدر احدد شكل الفم. برضو كذلك ممكن يكون في لاند، بالضبط اللاند مارك هي النقاط اللي انا ممكن من خلالها احدد انه في فيتشرز معينه. ممكن يكون في عندي لاند مارك هنا اللي هي نقطه هنا ونقطه عند بدايه الانف، فبالتالي انا بحسب المسافه هاي. وبرضو كذلك شكل الانف، بحدد نقاط لشكل الانف، وممكن احدد نقاط لاند مارك لايش؟ لحدود الوجه بهذا الشكل. تمام، لو كنت انا انترستد، فبالتالي ممكن يكون في عندي هنا لاند مارك الواحد اكس، الواحد واي، الاثنين اكس، الاثنين واي، فممكن انه يكون عددها 64، 32، بغض النظر على حسب عدد اللاند مارك المطلوبه في الابلكيشن. تمام، وممكن يكون في عندي هنا في اللاند مارك ديتكشن انه ابلكيشن ثاني، زي مثلا انه يكون مطلوب تحديد البوستشر. ايش البوستشر؟ بالضبط بالضبط، فكيف بدي احدده؟ بحدده من نقاط عديدة اللي هي هذه نقطتين الكتفين. تمام، هاي بحدد هدول النقطتين، هذه النقطة وهذه النقطة والرأس. تمام، هذه النقطة. تمام، وبحدد انا عندي النقاط تبعت القدمين، انه انا عندي هاي النقطة هذه والنقطة قبلها النقطة هذه، بوصل بيناتهم زي هيك. الركبة بحط عليها نقطة، القدم بحط عليها نقطة، فبالتالي بروح بوصل أنا عندي الشكل بهذا الشكل. فبالتالي إنه أنا بقدر أعرف هذا البني آدم قاعد أو واقف من الزوايا تبعت الركبة واليدين والرأس بهذا الشكل. تمام، فبالتالي من خلال تحديد النقاط هذه بقدر إن أنا أستخدمها، اللي اسمها النقاط هذه اللاند مارك، بقدر أستخدمها في تطبيقات عديدة. تمام، شفنا كيف إنه إحنا نصيغها. نيجي نرجع الآن للأوبجكت ديتكشن، وشفنا إنه اللوكاليزيشن بيلزمني في الأوبجكت ديتكشن. فالأوبجكت ديتكشن إن أنا بيكون في عندي في التريننج سيت إنه بيكون في عندي الاوبجكت بيتوسط الصوره، ومطلوب انه محطوط فيها انا عندي ليبل، هذه سياره واحد، هذه سياره، سياره مش سياره، مش سياره بهذا الشكل. واحنا تعودنا انه احنا ايش نسوي؟ ندخل الانبوت انا عندي زي هيك لكونفنت سي ان ان، يعني كونفولوشن نيورال نتورك، واطلع الواحد. تمام، بس هذا الكلام في الاوبجكت ديتكشن مش حينفع معي. فانا ايش بحتاج؟ بحتاج انه انا اعمل، يعني احدد، اعمل سلايدنج ويندو. فبالتالي هذا بيتكون من خطوتين. ايش هما الخطوتين هدول؟ انه انا عندي انه هنا احدد انه الصوره هذه فيها سياره ولا مش فيه، ما فيهاش سياره، فبالتالي مطلوب انه انا احدد انه هذه الليبل تبع الايمج هذه واحد ولا صفر. حددته انه واحد، ساعتها بروح بمرره لنتورك تانية. ايش الغرض منها النتورك هذه؟ تحديد اللوكيشن تبع السيارة باستخدام، يعني زي ما شفنا هنا. تمام، فكيف بدي احدد البوكس هذا؟ البوكس هذا المعلومات تبعته اللي هي البي اكس بي واي بي اتش بي واي، كيف بدي احدده؟ في عندي خوارزمية اسمها سلايدنج ويندوز ديتكشن. ايش بروح بسوي في السلايدنج ويندو؟ كيف؟ ايش بسوي؟ لا لا، بروح بحدد بوكس زي هيك، والبوكس هذا بعمل له سلايدنج. بالضبط، تمام. طبعا السلايدنج هنا بيكون على حسب سترايد، فاهمين مفهوم السترايد؟ هاي محاوله، بروح بكرر العمليه ببوكس اكبر. تمام، وبعدين بكرر العمليه ببوكس اكبر. كيف؟ صحيح، بالضبط، اي كونت نت هاي.
فبالتالي انه حيجي هنا المنطقه هذه اللي فوق، اخذ البوكس هذا مرره، ايش الاوتبوت؟ صفر ولا واحد؟ صفر. روح على السلايدنج ويندو اللي جنبيها، خذ زي هيك، حيكون في اوفرلاب بطبيعه الحال. مشي مشي مشي. طب عملنا بالبوكس هذا سايز هذا، بروح بجرب سايز ثاني، تمام. فبالتالي هو عباره عن خوارزميه، ايش بيستخدم؟ بيستخدم الكونف نت هذه اللي احنا دربناها سابقا، تمام، عشان يحدد في كل بوكس في واحد ولا صفر، تمام. بعدين ايش بروح بيسوي؟ بروح برشح البوكسات اللي فيها وحايد، اللي الليبل تبعها واحد، بيقول لك انه هاي السياره موجوده هنا، تمام. بس هاي كيف؟ ليش مش منطقي؟ وهذا مش منطقي، يعني الكلمة المناسبة في هذا السياق هو computational cost عالية جدا. العملية منطقية، العملية منطقية، لكن بتكلف جدا، تمام؟ طيب كيف؟ لما يجي البوكس وين؟ ما هو عشان هيك انا باخذ بوكسات باحجام مختلفه. نعم. طيب كيف بدي اعمل implementation للسلايدنج ويندو هاي؟ عندنا حنشوف كيف بدنا نحسنها فيما بعد، بس خلينا اول كيف نعملها implementation. الامبلمنتيشن تبعها انه انا باخذ كونف نت عاديه، واحنا تعودنا انه كونف يعني كونفولوشن كونفولوشن، بعدين ماكس بولينج، بعدين اف سي اف سي، وبعدين الواي. هجيت عشان انه اعمل امبلمنتيشن للسلايدنج ويندو، الكونف الاف سي هدول بروح بحولهم لكونف، فبالتالي هذه 400 ايش بروح بحولها؟ بحولها انه 1 في 1 ضرب 400، تمام. يعني هذه مش هذه عباره عن نود، هذه نود قديش عددهم؟ 400. لما تكون واحد في واحد هنا ايش حتكون؟ نود، وهنا نود، واحد في واحد نود واحده تنتين، فبالتالي ال 400 حتصير شكلها زي هيك، بدل ما هي كانت واقفه بالطول اخذتها زي هيك نفس الشيء، تمام. وهذه بدل ما هي كانت انه واحد حتصير واحد في واحد في اربعة، لانه هي بتطلع اربعة كلاسز بهذا الشكل، تمام. طيب لنفترض انه انا عندي الصورة الاصلية 14 في 14، تمام، او بالاحرى انه الصورة الاصلية، يعني لنفترض انه انا عندي صورة 16 في 16 وأنا عندي 14 في 14، أو خلينا نفترض إنه الصورة الأصلية 14 في 14، فكيف حيكون الشكل؟ أنا عندي 14 في 14 في 3 في 5 في 5، تمام. بالمناسبة يعني إنه هذه هي نفسها، هذه بدل ما إنه إحنا نرسم مكعبات، يعني إنه إحنا بس رسمنا الواجهة الأمامية يعني هنا، فبالتالي إنه هذه 1 في 1 في 4، نفس الكلام اللي إحنا شفناه في السلايد السابق. لو اجتني صورة 16 في 16 في 3 وطبقتها على النتورك هذه، فعليا انه انا في عندي هنا، هذه بدي اعتبرها انه عندي الويندو بهذا الشكل، تمام، وامرر عليه العمليات، فبالتالي انا حيطلع انا عندي المساحة هذه اللي بهذا اللون زي ما انتم شايفين انه هي زيادة انا عندي بهذا الشكل، تمام، حتطلع معايا هنا برضو كذلك، فبالتالي انه هنا الزيادة انا عندي 2، فبالتالي هنا 14، هنا انا عندي الزيادة 2، هنا 10، الناتج انا عندي هنا طلع 2، فبالتالي في 2 انا عندي زيادة، تمام. هنا حتصير 1، 6 في 6 5، حتصير 6، هنا 2 في 2 بدل ما كان 1 في 1 بهذا الشكل، فبالتالي الشكل هذا ليش انه مفيد بالنسبة لي؟ لانه المربع هذا يعني انه انا عندي السلايدنج ويندو موجودة في التوب كورنر هنا. طيب هذا
انه البوكس وين موجود؟ في التوب رايت. تمام. وهنا زي هيك، وهنا زي هيك، هنا هذا هنا وهذا هنا بهذا الشكل. فبالتالي انه هي الناتج النهائي ممكن يطلع لي انه شو شكل الاوتبوت في حال انا كان عندي انا البوكس موجود في عدة مناطق، فبالتالي انا بحتفظ فيه زي هيك. طب وهنا نفس الكيفية، انا عندي 28 في 28 في 3، تمام. فبالتالي انا عندي هنا الناتج، انا عندي 8، 8 في 8، فبالتالي انا عندي هنا 8 بوزيشن، هاي البوزيشن الاول، هاي الثاني، هاي الثالث. فبالتالي كل مرة بعمل له سلايد على اليمين، فبالتالي هذا الناتج لعملية السلايدنج بالتدريج بهذا الشكل. فأنا عندي 3 عمليات، 8 عمليات سلايدنج بالاتجاه الأفقي، وهنا 8 عمليات سلايدنج باتجاه الرأسي، فبينتج أنا عندي هذا الناتج بهذا الشكل. تمام. فبالتالي فعليا انه ممكن نستخدم الكونفولوشن نتورك في انه انا اعمل امبلمنتيشن للسلايدنج ويندو، حيطلع انا عندي مجموعه من البوكسز زي هيك. مطلوب مني ان انا احدد البوكس هذا اللي بيحتوي على سياره، بتكون الاوتبوت تبعه انه 1. طيب كيف بدي اعمل له بريدكشن؟ فعليا بدي اعمل له بريدكشن انه في عندي هنا زي ما انتم شايفين بوكسز كثيره، مطلوب انه البوكس هذا انه يكون 1 وبقيه البوكسات يكون 0. فاروح بستخدم اليولو الجوريثم. اليولو الجوريثم بروح بعمل ليبل للتريننج سيت لكل جريد سيل، بروح بقسم الصورة لجريد زي هيك، لمربعات يعني، تمام زي هيك. فبالتالي انا بروح بقول انه هذا الليبل تبعه 0، هذا 0 0، او خليني اغير باللون الازرق، تمام. هذا 0 0 0، هذا 1 0 1، وهكذا بهذا الشكل. تمام. كيف؟ هو عبارة عن خوارزمية بستخدمها للبريدكشن للبي بوكسز. تمام؟ كيف بعمل بريدكشن؟ كيف؟ طيب إذا كان البي إكس والواي يعني أقل من 0.5، معنى ذلك إنه هذه بتكون صفر، وإذا أكبر معنى ذلك إنه هي بدها تكون إنه 1 بهذا الشكل. طيب كيف بدي أعمل evaluation؟ إيش مقصود الـ evaluation؟ مقصود الـ evaluation إنه البوكس الأصلي هي شايفينه باللون الأحمر، خليني أقرب لكم إياه، هاي شايفينه باللون الأحمر. البوكس اللي أنا عملت له بريدكشن هاي باللون الأزرق. بدنا نعمل بريدكشن إنه البوكس هذا صحيح ولا مش صحيح. لنفترض إنه هاي البريدكشن اللي طلعته من النتورك. عشان نعمل بريدكشن، مش كنا البريدكشن في الأول يعني قبل هيك إنه نحن بدنا نحسب اللوس اللي هو الفرق بين الواي هاد والواي بريدكتد. فهنا كيف بدنا نعمل؟ أنا عندي بوكسات، كيف بدي أقارن بوكسات مع بعض؟ فبدي أروح بدي أستخدم حاجة اسمها
اللي هو الـ intersection over union، تمام؟ أو الـ IOU. إيش الـ intersection over union؟ بروح بحسب اللي هو المساحة تبعت الـ intersection على المساحة تبعت الـ union، تمام؟ مساحة تبعت الـ intersection وينها؟ ارجعوا مرة تانية هنا بالضبط، وين التقاطع بين المربعين هاي شايفين قاعد بحاوطها يعني. يبقى هذا تقاطع، تمام؟ والاتحاد وينه؟ كله بالضبط. هي اكشوال، ما هو عفوا يعني انا انه هاي الاوبجكت انا عندي موجود هنا. البوكس الاصلي كان زي هيك، اللي انا عملت له بريدكت كان زي هيك. ما هو كيف بدي اقيم انه صح؟ حكيت لو كانوا متطابقين على بعض معنى ذلك انه الانترسكشن بيساوي اليونيون، فبالتالي انه بتصير انه هنا انه الناتج انا عندي واحد، تمام؟ لو كان انا عندي في تداخل كتير كبير معنى ذلك انه الانترسكشن بيكون مقارب كتير لليونيون. لو كان في تداخل قليل في هذه الحالة مثلا انه زي هيك، بس التداخل زي هيك، لو الانترسكشن قيمة قليلة بالنسبة لليونيون فبالتالي بتكون القيمة قليلة، فبالتالي انه بدي احط انا ثري شوت، بدي اقول انه البريدكشن كوركت اذا كان الانترسكشن اوفر يونيون اكبر من او تساوي 0.5، انه في تداخل يعني اذا كان اكبر من 0.5 يعني ممكن اعدل انه تكون 0.6 مثلا على سبيل المثال، انا اعتبر انه هي كوركت ولا مش كوركت. لا هذا يعني هذا المقياس المستخدم في تقييم البريدكشن للباوندينج بوكسز. ماشي، حد فاهم حاجة؟ هو إذا ما فيش تقاطع يعني أنا عندي أنا عملت بريدكت هنا وهو هنا حيطلع صفر، تمام؟ لكن إنه في تداخل، لا يكون في تداخل زي هيك ولا يكون في تداخل مثلا زي هيك، مين أحسن؟ بدي معيار. في عندك طريقة ثانية غير الانترسكشن أوفر يونيون؟ قولي لنا إياها. ما هو لا مش حكاية انه بجيب مرة تانية مرسومة، انه يعني الكلام اللي انت بتحكي هذا الثريشولد نص، يعني اي حاجة فيها تحديد ثريشولد فيها صداع. يعني كيف بدنا نحدد انه والله اذا كان اكبر من 0.5 يبقى كوركت؟ ما ممكن يكون التداخل انه يكون مثلا في شغلة انه مثلا الاوبجكت زي ما هو، يعني هنا البوكس اللي طالع في الصورة انه في جزء من السيارة طالع، تمام؟ فبالتالي هنا محتاج ان انا اعمل البراميتر هذا ان انا احدده، وهذا يعني في حكي عليه في السلايد اللي تحت. هو بيضله بيستخدم الاي او يو، ولكن انه هنا قيمه الثريشولد هو اللي بيصير انه بيحددها بطريقه ما، هنشوف كيف.
طيب في عندي طريقة ثانية أو يعني ألجوريثم ثاني في البريدكشن للبوكسز اسمه نان ماكس سوبريشن. النان ماكس سوبريشن إنه بحدد أنا عندي البوكسز بروح برطب يعني بربطها في probability. يعني الأوبجكت هذا تمام طلعت له تو بوكسز، واحد انه 0.8 والثاني 0.7، وهذا طلعت له ثلاثة بوكسز 0.7 0.9 0.6. كيف؟ لانه احنا حكينا انه انا بطبق بوكسز كثيره، بضلني انه انا اجرب تمام، في طلع انه بدل ما انا اطلع واحد وصفر انه في اوبجكت او ما فيش اوبجكت، بروح بطلع probability انه قديش انه هذه شايف انه هي كار. فبالتالي لما تكون انه السيارة كاملة انا عندي في الصورة في البوكس زي هيك، معنى ذلك انه البريدكشن بروبابيليتي راح تكون انا عندي واحد. لما يكون انا عندي جزء من السيارة طالع في الصورة او في البوكس تحديدا تمام، يعني يفترض انه زي هيك، وانه انا عندي البوكس زي هيك، يفترض انه تكون البروبابيليتي اقل. السيارة مش ظاهرة بشكل كامل، بس أنا شاكك بنسبة 70% 60% إنه هذه عبارة عن سيارة تمام. فبالتالي بروح بطلع بوكسز للأوبجكت اللي موجودة عندي، والبوكسز هذه بدي أفلترها. بروح أول حاجة بعمل ديسكارد، بروح بعمل أوتبوت للبريدكشن زي ما إحنا تعودنا، بروح بعمل ديسكارد للبوكسز اللي أقل من 0.6. بتصفى انا عندي بوكسز زي ما انتم شايفين، بعد ما انا عملت فلتر انه اللي اقل من او تساوي 6، هذه طلع انا عندي 2 بوكسز، هذه طلع انا عندي 3 بوكسز تمام. بعدين بدي الف عليهم لفه ثانيه اللي هي الوايل. ايش الوايل بتقول؟ وايل ذير ار اني ريمينينج بوكسز، لكل اوبجكت لازم يضل واحد. بيك ذا بوكس وذ ذا لارجست بي سي، معنى ذلك انه من اللي ضلوا هدول انا عندي 0.7 ولا 0.8، اختار اللارجست اللي هي 0.8 تمام. واعمل ديسكارد للبقية. اوكي طيب الانكور بوكسز، الانكور بوكسز هي نفس البي بوكسز، بس في هذه الحاله لما يكون في عندي هنا اوفرلابينج اوبجكتس بسميهم انكورز، لانه في انا عندي تو اوبجكتس متداخلين زي ما انتم شايفين بالصوره هنا تمام. هذا الاوبجكت يعني هيو بالطول البوكس تبعه، وهذا بالعرض تمام، يعني بيتشاركوا بنفس السنتر تقريبا تمام. فعشان هيك انا بسميه انكور بوكس واحد، وهنا انكور بوكس اثنين بهذا الشكل. ف كيف شكل الواي حيكون؟ يعني حيكون انا عندي تو اوبجكتس موجودين هنا، هذا للانكور بوكس واحد وهذا للانكور بوكس اثنين. طبعا الانكور بوكس الجوريثم، هذا الالجوريثم تستخدم لما يكون في عندي تداخل في الاوبجكتس، وارد جدا يكون في عندي تداخل في الاوبجكتس. سابقا كنا ايش نسوي في التريننج داتا؟ انه كل ايمج بروح نعملها اساين لجريد سيل بتحتوي على الاوبجكت ميد بوينت. مش احنا شفنا انه هي الاوبجكت يعني الجريد سيل تمام، وهنا نقطه المنتصف. كل صوره بنروح نعمل اساين لها بهذا الشكل. اما هنا لما يكون في عندي تو انكور بوكسز، يبقى كل اوبجكت تريننج سيت بروح بعمل اساين لجريد سيل وبتحتوي على الميد بوينت للانكور بوكس لجريد سيل with the highest IOU تمام. يبقى هذا الجريد لمين بعمل له اساين؟ السيارة ولا البنت؟ السيارة. هذا البوكس للبنت، واضح؟ والالجوريثم زي هيك تمام. فبالتالي هنا انا بحل مشكلة التداخل، لانه في اوبجكت جاي على
يعني في تداخل بين الاوبجكت. فبالتالي الجريد بوكسز هدول كل واحدة بدي اعملها اساين، اساين لسيارة ولا البنت. فبالتالي انه هنا في تداخل بنت ولا سيارة، اللي بالضبط اللي فيه تداخل اللي فيه اي او يو اعلى. تمام. حاجتنا نحط هذا الكلام كله مع بعض. احنا اخذنا يولو واخذنا الانكر، تمام، واخذنا ايش كمان؟ النون ماكس سبريشن الجوريثم، تمام. فبالتالي هذا كله بدي احطه في اليولو الجوريثم مع بعض. فبالتالي هنا زي ما اتفقنا هنا ايش بدي اسوي؟ بدي اقسم الصوره لتريننج سيت لجريد، تمام. بدي اروح اعملها اساين واروح اعمل انا عندي الواي اركبه بهذا الشكل. فبالتالي انه هي الشكل العام تبعه. فبالتالي انه الجريد الاولانيه هذه كيف شكلها؟ صفر دون كير في الكلاس الاول، تمام. الكلاسز انا عندي هي ثلاثه، بيدستريان، كرار، موتور سايكل، مشاه، سياره، دراجه ناريه. فبالتالي هنا صفر دون كير ما فيش اوبجكت، فبالتالي انه ما فيش بوكسز. وبرضه الكلاس الثاني انا عندي يعني عفوا، او الاوبجكت الثاني انا عندي هنا صفر وكله دونت كير، تمام. وهكذا. اما هذه وين تبعها؟ هي وين الواي تبعها؟ هي. فبالتالي هنا صفر في الاول مش بيدستريان، والاوبجكت هنا هي واحد، هي الباوندينج بوكس تبعه. وايش النوع تبعه؟ صفر ولا واحد ولا عفوا بيدستريان ولا كار ولا شو اسمه؟ كار بهذا الشكل، تمام. فبالتالي انا عندي هنا تو باوندينج بوكسز، واحد بالطول وواحد بالعرض حسب الاوبجكت تبعتي. اللي بالطول عاده بيكون للبيدستريان، واللي بالعرض بيكون للسياره والدراجة النارية، تمام. فبالتالي ممكن أنا أعمل prediction باستخدام اليولو algorithm بهذا الشكل. هنا بدي أعمل الـ output تبعي باستخدام الـ non-max suppression output زي ما شفنا سابقا لكل grid cell. ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل get to prediction bounding boxes، البوكس اللي بالطول والبوكس اللي بالعرض، تمام. get right of low probability predictions، اي low probability بدي اعملها discard. بعدين for each class اللي هو البيدستريان، كار، موتورسايكل، ايش بدي اسوي؟ بدي استخدم ال non max suppression عشان اعمل generation للفاينل prediction. ال non max سبريشن للفاينل بريدكشن وين مشروح؟ هيو في هذه السلايد، هذه السلايد، اوكي. تمام. طيب في اساليب احدث بس من هيك، يعني انا ما بديش ادخل اعمق من هيك يعني، بس الفكره في الموضوع يعني صار واضح بالنسبه لكم الاوبجكت ديتكشن انه العمليه التاسك هذه مش هينه، صعبه، تمام. وبتاخذ حسابات معقده جدا، فعشان هيك انه في بعض الخوارزميات بتقترح ريجون بروبوزل، تمام. اللي هي ايش هي الخوارزميات هذه؟ اللي هو الار سي ان ان. فبالتالي في ثلاث خوارزميات، الار سي ان ان، فاست ار سي ان ان، فاستر ار سي ان ان. فكل واحده انه الها غرض معين. فهذه بتعمل بروبوز لريجون وبتعمل كلاسيفاي للبروبوز ريجون، تمام. فبتطلع انه الاوتبوت ليبل بالاضافه للباوندينج بوكس. اما الفاست ار سي ان ان برضه بتعمل نفس الغرض، ولكن بتستخدم الكونفولوشن
implementation السلايدنج ويندو اللي تم شرحها سابقا عشان تعمل classify لل all proposed region. الفاستر ار سي ان ان تستخدم الكونفولوشن نيورال نتورك عشان تعمل بروبوز للريجون نفسها. تمام. وخلينا نتوقف هنا في هذا الـ يعني السلايدات او هذه الملف. تمام. فبالتالي انه هي اخر سلايد، يعني برضو انه هذه الشغله اوبشنال، يعني بس انه مجرد انه بس يكون في عندكم علم انه في تحسينات كثيره اللي هي الار سي ان ان فاست ار سي ان ان فاستر ار سي ان ان بالاضافه للسيمانتيك سيجمنتيشن ويذ يونت. تمام. هذه المسميات انا متاكد انه انتم لو بدكم تشتغلوا في هذا المجال راح تمر عليكم بشكل كثير كبير، يعني حتلاقوا انه اليونت، خاصة انه اليونت شبكات اليونت مستخدمة في صور الأشعة بدرجة كتير كتير كبيرة، أثبتت فعاليتها في التشخيص الطبي لصور الأشعة بدرجة كتير كبيرة. هاي بشرح الأركتكتشر تبعت اليونت. تمام. فإحنا بس بدنا نكتفي بذكرها فقط وننوه إنه هي تستخدم في يعني في الإكس راي وفي ال MRI، صور الـ MRI، أوكي؟ okay.